السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم المره الثانيه في لا دوزيام فيديو تاعي اليوم. انا بغيت ندير الحشا، قلت نتقاسمها معكم. انا اليوم جبت لكم وصفه تاع بولي تاع الدجاج. هذا الدجاج غادي ان شاء الله بربي نطيبه بالصوص الصوجا. فوتوا المقادير. الوغ عندي الدجاج هنايا كل على حسب الافراد العائله. يعني هنا عندي صوص صوجا، هاد لاصوص صوجا، هذه لاصوص اللي زين اون صوص ازياتيك تاع اسيا، قاره اسيا كيما يقولوا الشناوا ولا لي جابوني وهاد لي شينوا وكاع يديروا بها يخدموا بها. الوغ لا جاي هنا عندي كاتشب، كاتشب مع صوص باربيكيو. الا كان ما عندكمش صوص باربيكيو معليش ديروا غير كاتشب. هنا عندي بصل وعندي زوج فصوص تاع الثوم. وهذا الدجاج ان شاء الله غادي نديره هنايا، غادي نرافقه مع الروز. راه عندي هنايا دي بوافغون تريكولور كما كنتو تشوفوا، ثلاث الوان تاع لي بوافغون. فوالا غادي نقطعهم دي بتي مورسو، الا كان ما عندكمش ملونين معليش ديروا اي لون عندكم مع الروز. بون هذا الروز نفوتوا له من بعد، خلوه هنايا نكملوا البولي تاعنا باش ما تخلطوش، ومن بعد نروحوا الروز. الوغ اش نديروا دروك؟ اون فا بريباري، غادي نوجدوا اون صوص تاع هذا البولي هذا. غندير المقله تاعي تحمى في النار، نقلي الثوم والبصل ونشوفوا هذه المرحله يعني في رحبه. ولكن كنت تشهدوا نقص النار تاعي، درت المقله تاعي تحمى حمات فوق اللازم. غادي ندير فيها زيت الزيتون، شويه تاع زيت الزيتون ماشي بزاف، غير شويه، حط 3 كويغ ا سوب كنت مغارف تاع ماكله ماشي بزاف. غادي نقلي هذا تاعي البصل تاعي، بسم الله. فوالا غير شويه بصل، حبه بصل عفوا، غير شويه زيت الزيتون. نقلي البصل تاعي هنايا، ندير معاها الثوم نرابوه ولا قط ولا كرازوه. وانا غادي نقطع دي بتي مورسو، قطع صغيره كما راكم تشوفوا. فوالا خوتاتي البصل تاعي تقلى شويه. دوك شغادي ندير؟ غادي ندير الكاتشاب ولا صوص باربيكيو. هادي ان بول تاع حريره ماشي معمر بزاف، الا كان معكمش هاد لاصوص باربيكيو سي با غاف ما ديروش، ديروا غير كاتشاب وصايي. بسم الله غير تقلى هنايا. وهنايا او ميم طون راني دايره سوغ لو كوتي هنايا، ندير الروز تاعي، دايره ماميطه تاع الروز. درت الروز تاعي يطيب نوريه لكم. فوالا نوريه لكم، فوالا ها وين الروز تاعي راه يطيب كيما راكم تشوفوا. درت فيه ان كيب مرق الدجاج، قزه تاع ملح ماشي بزاف، والرند والثوم. هذا مكا عطرته باش طيب يجيني بنين. فوالا دروك هاد لاصوص تاعي خليها هنايا تقلى شويه. وهنايا غادي موجده، هنايا راني موجده كما كنتو تشوفوا مرق الدجاج باش نديرها هنايا مع هاد لاصوص. مرق الدجاج نص يطرو تاع ما، درت فيه وحده تاع مرق الدجاج وغليته شويه، ولا ندير في الميكرووند غير باش ينحل. فوالا ها وينا. من بعد بشويه بشويه غادي نزيد هاد المرق الدجاج، هاد الماء هنايا. هاد الوصفه ما فيهاش الملحه باسكو الصوجا والمرق الدجاج مالحين. قبل ما ندير الماء ندير الصوجا تاعي، نقص النار، ندير الصوجا تاعي هنايا، نحل القرعه تاعي. فوالا محلوله ديجا. نبقى نجيب المغرف، خير نعبر لكم بالمغرف باسكو سي فور. فوالا راني نجيب المغرف، ديروا زوج مغارف تاع الصوجا هادي ونعمر المغرف تاعي مابغاش تهود. ايوا قعدت لها كاع البوشو تاعها سي ميو. فوالا قعدت لها كاع البوشو تاعها. فوالا الوغ غندير المغرف، زوج مغارف تاع ماكله، دو كويغ سوب با بليس باسكو سي فور. هاي تعطيها مذاق بنين في هاد الوصفه تاع البولي هادي. سي غوسيت ازياتيك، سي غوسيت ازياتيك، غوسيت اسيويه تاع قاره اسيا تاع الشناوا والجابوني يديروا هاد لاصوص هادي. الوغ غادي نخلي الكاتشب تاعي مع البصل يتقلو شويه، تخلطوا بيان بيان بيان. فوالا من بعد ندير المرق الدجاج هذاك. فوالا ودروك خليتها شويه طلقت ديك لاصوص الصوجه تاعنا. الماء هذا نص يطرو، هذا مش معمر با نص يطرو مي بخاسكا، الكاس هذا فيه نص يطرو وراه مش معمر غير شويه. الوغ شنو غادي ندير؟ هاد الماء غادي نديره اون تخوا فوا. بسم الله ندير الاول داكوغ، نخليه لاصوص تاعي تطبخ شويه، نعاود ندير دوزيام فوا. فوالا درك درت الخطره الاولى، ودرك خطره الزاوجه ندير تانيك.
فوالا. من بعد هذا نعاود نديره، نخليه يعاود يغلي شويه يتجمر شويه، نعاود ندير هذا التالي ثوازيام فوا. فوالا خليت غلات غير شويه، خلوها تغلي اون مينوت هذا ما كان غير شويه. فوالا ودروك نزيد الثوازيام اللي بقى لي، فوالا الثوازيام الماء اللي بقى لي هذاك نخليه تغلي شويه، تنشف غير شويه، ماشي تنشف كاع غير ابان باش تشوفوها دوك تشوفوها معايا. فوالا ودروك غادي ندير شويه فلفل اسود وندير شويه كمون، تجيبو ديرو كمون حبه الا كان عندكم كمونه، شويه كمون قد نص مغرف تاع قهوه مغرف صغيره. فوالا ايا نخليه تجمر غير شويه. فوالا كيما راكم تشوفوا الدخان لا فابور بيتو صاي. انايا لاصوص تاعي راهي نشفت شويه، راني نطفي النار، نحبس النار. روحوا معايا دروك نشوفوا كي غنديروا لها مع البولي. فوالا كيما راكم تشوفوا لاصوص تاعي دوك نجيبها. انا ديت هنايا سالاديي ولا ريسيبيان ولا غادي ندير البولي تاعي. البولي تاعي عفوا الدجاج تاعي ما درتلاش الملح باسكو هذيك لاصوص مالحه، درت غير شويه سيترون، حكيت هذا السيترون هذا مكان ما كانش الملح فيها، ماشي مالح. شكون ندير الملح هنا وهاديك لاصوص مالحه ما نقولكمش ما ينتكلش يولي بحر مالح. الوغ اش غادي ندير؟ غادي ندير هنا البولي تاعي كما راكم تشوفوا في السلاديه كيما هكا. فوالا ونجيب هاديك لاصوص تاعي، شوفوا معايا غادي نفرخها فوق البولي كيما هكا بيان. فوالا نفرخ كل شيء وخلي البولي تاعي يتمارينا هنايا، خليه واحد الساعة هو يتمارينا. إلا كان عندكم الوقت أون أوغ، إلا كان معندكمش الوقت خلوه نص ساعة ولا عفوا. ألوغ غادي نخلي هنايا أنا خلي ساعة داكوغ، خلوه ساعة كاع عندكم الوقت، خلي ساعة يتمارينا مليح يشرب قاع هاد لاصوص هادي. فوالا ومن بعد نعاود نرجع لكم إن شاء الله كي يتمارينا بيان. فوالا راني عاود وليت لكم ساعة من بعد، أنا خليتها ساعة. الوغ كيما كنتو تشوفو جبت سني امول ولا بلاطو ولا لي يروح الفرن كيما هكا تاع كغاتان هذا، درت البولي تاعي هنا ستفته كاع ودو غادي نفرغ عليه هاد لاصوص هادي وغادي نديرها في الفرن اللي محميتها من قبل ونطيبها في الفرن في الفرن طيبه في الفرن. دروك نفوتو نديرو الروس تاعنا، الروس تاعي صاير طاب غليته كمل صاير طاب. فوالا نخلو حتى ميشش في الطياب واحد نص ساعه ولا 35 دقيقه كل وحده الفرن تاعها. انا غنديرها يطيب ودوك نروحو نفوتو نديرو الروس تاعنا. كتشوفو جبت مقله واحده اخرى اون اوتر بوال باسكو هذه كبيره الاخرى صغيره. الوغ اش غادي ندير؟ غادي ندير شويه ثاني زيت الزيتون، تجيو ديرو الزيت انا جو بريفير زيت الزيتون. فوالا قد ما نقلي فيها الخضره تاعي، الخضره تاعي كما راكم تشوفو راني قطعتها دي بتي مورسو. فوالا قطعتها قطع صغيره مع البصل هاوي تانيك غادي نديرهم يتقلو. انا ديت لي كولور باش الروز تبان، الروز غادي نخليه بلون، الروز غادي ندير فيه ني زعفران ني كركم، غادي يقعد هكا بلون. الا كان بغيت ديرو نتوما زعفران ولا كركم ديروه، انايا قلت خليه بلون باش لي كولور هادو من بعد يبانو في الروز تاعنا، يجي الشكل تاعه شباب. فوالا غادي نخلي الخضر تاعي تقلى، من بعد ندير شويه الثوم. راكم كتشوفو تقلاو شويه ماشي بزاف، يقاردو توجور لا كولور تاعهم. غادي نخليهم يتقلو مازال ما طابوش. غندير دوك الثوم، غير فص الثوم واحد بزاف، رانا دايرين في لاصوص تاع البولي، البولي تاعي راه يطيب. فوالا ما نديرش الملح هنايا وفي الروز راني دايره من كان يطيب. ولا غندير لاصوص الصوجا، ولاصوص الصوجا كما قلت لكم مالحه غادي يكون عندها ليكيليبغ تاع الملح. دونك نخليها تقلى شويه الخضره تاعي. فوالا تقلت لي شويه كما قلت لكم، تخلوش لا كولور تاعها تروح. إذا تكون عندنا يكون شابه مع الروز مع لي بلون، تكون عندها يكون شابه مع الخضره هذه. بسم الله دوك شغادي ندير؟ غندير الروز تاعي هنايا في المقله، نديره كاع. فوالا كما كتشوفوا انا ديت الروز تاعي. دوك شغادي ندير؟ غادي ندير عليه لاصوص الصوجا هذه، ندير دو كويير نفرخ عليه. فوالا دوك كيما هكا بزاف سي فور القطعه هذه، ونقعد ندخل صوص الصوجا مع الخضره في الرز كيما هكا. فوالا صاير الرز تاعي راه طايب، خلطته مليح، دخلت فيه ميم لاصوص الصوجا مع الخضره، غادي نطفي عليه سي بون. البولي تاعي راه يطيب مازال ما طابليش،
كي طيب البولي تاعي ان شاء الله نعاود نرجع لكم ان شاء الله. فوالا حباباتي راني كملت الوصفه تاعنا لا غوسيت تاعنا تاع نهار اليوم. البولي نايا طابلي، الروز شفناه ميدنا في كملنا كاع في رحبه. البولي طابلي فوالا درته في البلاكي ما هكا، ودرت عليه لاصوص هذه تاع لي طافيها تاع كاتشب والسوجا كما راكم تشوفوا، فرغتها هكا فوقه كيما هكا، فرغتها كاع فوقه فوالا. هو يجي هكا تبغوا نتوما تغطوا بالالومنيوم تبغوا هكا غريي، حنا نحنا في الدار نبغوا كيما هكا شويه غريي، كاين هادو غريي وهادو لا كيما تبغوا. فوالا كيما راكم تشوفوا ها هو الطبق تاعنا فوالا، فريمون جابني ميم لوكو تاعها يتبدل توجور لو ميم توجور ميم كو تاع البولي نطيبو زعما بطريقة غير هي. قلت اليوم نجيب لكم وصفة واحدة أخرى يعني باش تبدلو البنة تاع الدجاج تاعنا ميم الروز، فريمون جابني بزاف هادي هي. بون نتمنى هاد الوصفة إن شاء الله تكون عجبتكم وتسيوها وتهلاو في رواحكم وتلاقوا في وصفات أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.